السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع اسرار الصوم وتحقيق التقوى يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله كنت وانا ابن ثلاث سنين اقوم احيانا في الليل فارى خالي محمد بن سوار يصلي نعم الابن ونعم الخال فقال لي يوما الا تذكر الله الذي خلقك فقلت له كيف اذكره فقال لي وانا في تلك السن قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير ان تحرك به لسانك الله معي الله ناظري الله شاهد علي فقلت ذلك بعض ليالي ثم علمته بذلك فتدرج بي الى ما هو اكثر وقال لي خالي قل ذلك في كل ليله سبع مرات فقلت ذلك ثم علمته فطلب مني ان ازيد في العدد ففعلته، فوقع في قلبي حلاوه ذكر الله، فاصبحت حريصا على تصور هذه الكلمات، فلما كان بعد سنه قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه الى ان تدخل القبر، فان مراقبه الله تنفعك في الدنيا والاخره، فلم ازل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان الله معه وناظرا اليه وشاهدا عليه ايعصيه؟ فقلت لا فقال اياك والمعصيه فكنت اخلو بنفسي اتدبر تلك المعاني فاجد في نفسي عزوفا عن المعصيه وخوفا كبيرا من الله تبارك وتعالى والحمد لله على ذلك نعم الخال ونعم الإبن إذا هؤلاء هم سادة الأمة هم علماؤنا الأجلاء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى لنا نبراسا نقتدي بهم في سائر حياتنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثمرة هذه العبادة تحقيق التقوى والصيام خير معين على التقوى لأنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى يترك شهواته المباحة الميسورة امتثالا لأمره سبحانه واحتسابا لثوابه فتتربى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوات المحرمة والصبر عنها فيكون اجتنابها أيسر عليه وتنشط نفسه على النهوض بالطاعات والصبر عليها، فالتقوى هي امتثال الاوامر واجتناب النواهي، ان من كمال منه الله تعالى على هذه الامه، وتمام نعمته عليها ان شرع لها من امور الدين صوم شهر رمضان، وجعله وسيله مشروعه للتقرب اليه سبحانه، والنيل من مرضاته وبركاته سبحانه، كما جعله وسيله للحصول على التقوى التي بها يتجنب المسلم المعاصي ويترفع عن اعراضها من اللغو والرفث وقول الزور ويقوي عزيمته وارادته في العبادات فكانت الحكمه البالغه من تشريع صيام رمضان ومقصده الكبير هي تحقيق التقوى كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهي ثمره الصيام لكن الوصول الى هذه التقوى وتحقيق اياتها يحتاج الى اجنحه الطاعات وخصال الخيرات بالكمال التقوى اعظم الخصال التي تجمع بين خيري الدنيا والاخره والتقوى تشرح الصدور وبالتقوى يحبنا الله تعالى الغفور قال الله تعالى فان الله يحب المتقين ويتقبل اعمالنا الصالحه قال الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين وبها نحظى بولايه الحي القيوم وبالتقوى تعظم درجاتنا عند ربنا وننال بشرى ربنا في الحياه الدنيا وفي الاخره ويجعل الله لنا بالتقوى فرقانا ويجعل لنا بها فرجا ومخرجا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالق امره قد جعل الله لكل شيء قدرا بالتقوى نحظى بلباس هو خير من لباس الظاهري آه وبالتقوى ننجو من النار ونحظى بجنات النعيم في يوم الدين يقول طلق بن حبيب التقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تجتنب معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله فالتقوى لها جناحان الاول فعل الطاعات والثاني اجتناب المعاصي والمنكرات والمتقي يفعل ما يفعله يريد بذلك ثواب الله عز وجل ويترك ما نهى عنه سبحانه يريد النجاه من عذاب الله والتقوى هي مجموع ما في القلب من خوف الله وخشيته وتوقيره وتعظيمه ومراقبته سبحانه وطلب ما عند الله تبارك وتعالى. وحقيقه لا توجد وسيله لتحقيق التقوى ونيل ثمرته وهي الفوز بالجنه والنجاه من النار الا عن طريق العبادات من خلال الاتيان بالاوامر الاوامر واجتناب النواهي رجاء الثواب وهذا المعنى يتحقق كليا في الصيام لأنه أحد العبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى للتقرب إليه سبحانه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب الأحبار: حدثني عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشمرت. قال كعب: ذلك التقوى. فالتقوى حساسيه في الضمير وشفافيه في الشعور. وخشية مستمرة وحذر دائم وبها تتقى الاشواك في الطريق وكذلك طريق الحياة مملوء بذلك الامر الذي تتجاذبه اشواك الرغائب والشهوات واشواك المطامع والمطامح واشواك المخاوف والهواجس واشواك الرجاء الكاذب في من لا يملك اجابه للرجاء والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا فما ضرز التقوى تضاؤل نسبه وما زالت التقوى تزيد على الغنى اذا محد التقوى من العز مبسمه هي تقوى الله مفتاح وسداد نجاه من هلكه فما من خطوه يخطوها المؤمن الا والتقوى شرط في قبولها عند الله تبارك وتعالى لا بد وان تلازم كل اعمال المؤمن وذكر الله تبارك وتعالى الحكمه من مشروعيه الصيام وفرضه على المؤمنين بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي كثير من الاحيان ياتي الامر بالعباده رجاء لتحقيق التقوى، والتقوى سبب لتحصيل السعاده في الدنيا والاخره، والعباده فعل ما يحصل به التقوى لان الاتقاء هو الاحتراز عن المضار ولما كانت العباده عن ايمان بالواحد الاحد لان الايمان اذا تجرد من التقوى لم يعد شيئا ذا قيمه ولا يكون له اي اثر في حياه الانسان واقترنت التقوى بالايمان والفرائض التي هي مصهر من مظاهر الايمان وهذا الذي اشار اليه العلامه العز بن عبد السلام حين بين رتبه مشقه التقوى فقال الناس في التقوى ومحاسبه النفس على ثلاثه اقسام احدهم شاب نشا في عباده الله لا تقع منه الا الصغائر في اندر الاوقات فرعايه التوبه والتقوى على مثل هذا سهله قليله المؤونه لان التقوى قد صارت له عاده مالوفه يلتز بها يتلذذ بها ويسكن اليها واذا وقعت منه الزله استوحش بسببها وبادر الى الاقلاع عنها والتوبه منها الشخص الثاني من تاب من ذنوبه واقلع عن عيوبه بعدما الف المعاصي والمخالفه فنفسه تذكره بتلك الشهوات والتلذذ بها ليعود اليها والشيطان يحثه على ذلك ويدعوه اليه فرعايه التقوى والتوبه على هذا شاقه لاجل ما الفه من الركون الى الشهوات والاستراحه من مشقه الطاعات الثالث مسلم موحد مرتكب لجميع ما يهوى من المعاصي والمخالفات قد ران على قلبه بسوء ما كسبه فرعايه التقوى على هذا شديده المشقه لاجل ما يفوته من تلك الساعات ولما يشق عليه من ملابسه الطاعات فكان الطريق الى التقوى والتزود منها وتسهيل مشقه التقوى هو المران والممارسه على اعمال الطاعات والقربات المختلفه ثم يقول العز بن عبد السلام الطريق الى سهوله التقوى تكون تاره بالخوف وتاره بالرجاء فانه اذا نظر الى ما عده الله لعباده الطاعين من الكرامات مال اليه بطبعه فحسه طبعه على احتمال مشقه الطاعات بفعل المامورات وترك المنهيات واذا نظر الى ما توعد الله به عباده العاصين من العقوبات حسه طبعه على ان يتقيها بملابسه المشقات في اقامه الطاعات فالخوف والرجاء وسيلتان الى فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ولكن لا بد من الاكباب على استحضار ذلك على الدوام واستدامته في اكثر الاوقات حتى يصير الثواب والعقاب نصب عينيه فيحثه ذلك على فعل الطاعات وترك المنكرات وابن القيم يقول الانسان في سيره الى الله عز وجل بين جناحين الخوف والرجاء والله تعالى قد قال عن ساده الخلق اجمعين قال انهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين للحديث بقيه لا تذهب بعيدا حتى نتعرف الى حقيقه التقوى. عدنا اليكم من جديد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثمره هذه العباده هي تحقيق التقوى ولكي نصل الى هذه التقوى لا بد لنا من امور اولها قراءه القران والعمل به فانه يرث التقوى في القلب قال الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالقرآن الكريم كتاب هداية للناس جميعا لكن الذين ينتفعون به هم المتقون دون سواهم من أسباب التقوى عبادة الله تبارك وتعالى بصدق فذلك يورث التقوى في قلب العبد سواء كانت عبادة مفروضة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والدعاء والنذر ونحوها أو مستحبة كالنوافل من العبادات وقد دل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالعبادة تنشئ التقوى في القلوب ولا سيما الصيام كما قال الرحمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالذي يمتنع عن الطعام والشراب والنكاح طيلة نهار رمضان في شهر رمضان لا يمنعه إلا أن الله تعالى قد شرع ذلك وفرضه فتنشأ التقوى في قلبه وتقوى بذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أمر الله بالصيام لأجل التقوى وقد قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه فاذا لم تحصل التقوى لم يحصل المقصود من الصوم فينقص من اجر الصائم بحسب ذلك كذلك مما يعين على تقوى الله التفكر في خلق الله تعالى ايضا هو من الاسباب التي تورث التقوى في القلب فالله تبارك وتعالى ملا هذا الكون الذي نعيش فيه بالايات الداله عليه سبحانه فقد جعل الله سبحانه الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لنعلم عدد السنين والحساب وخلق الله الليل والنهار وجعلهما يتقارضان فيطول هذا وينقص هذا ثم يقع العكس وخلق الله في السماوات والارض ايات كثيره عظيمه كلها تدل على عظيم صنع الله تبارك وتعالى وعلى عظيم خلق الله تبارك وتعالى وقديما قال لبيد تامل في رياض الكون وانظر الى اثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بابصار هي الذهب السبيك على قب الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد فينبغي لنا أن نتفكر في هذا الكون المنداح وأن ننظر فيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار فينبغي لنا أن نتفكر في هذا الكون المنداح ف فيه ايات وعبر وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد ومن عجيب ما قاله الشاعر لله في الافاق ايات لعل اقل ما هو اليه هداك ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يسوق خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاساله من ذا بالسموم حشاك واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا فاك واسال بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك الله في كل الحقائق ماثل ان لم تكن تراه فهو يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم وقد قال الله تعالى قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. احبتي في الله ان من اسرار الصوم انه يربي في النفس الخشيه من الله تعالى في السر والعلن اذ لا رقيب على الصائم الا ربه تبارك وتعالى فاذا شعر بالجوع او العطش الشديد وشم رائحه الطعام الشهي او ترقرق في ناظريه بروده الماء وعذوبته واحجم عن تناول المفطر بدافع ايمانه وخشيته لربه حقق معنى الخوف من الله تعالى واذا من زينت له الشهوات ترفع عنها خوفا من انتهاك حرمه الصوم فقد استحيا من الله وراقب الله تبارك وتعالى واذا استبدت الاهواء بالنفس كان سريع التذكر قريب الرجوع بالتوبه الصحيحه كما قال الله تعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون كذلك من اسرار الصوم انه يكسر حده الشهوه ويخفف من تاثيرها وسلطانها فيعود الصائم الى الاعتدال وهدوء المزاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الصوم لمن يتعذر عليه الزواج فيما رواه الجماعة ابن مسعود رضي الله عنه ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي بمثابة الخصاء مضعف للشهوة وقال أيضا في الحديث أيضا الصوم جنة أي وقاية من المعاصي كما أن أسرى من أسرار الصوم أنه يستدعي الأحساس المرهف والشفقة والرحمة التي تدعو صاحبها إلى البذل والعطاء فهو عندما يجوع يتذكر من لا يجد قوتا من البائسين المعدمين فيحمله الصيام على مواساتهم والإحسان إليهم وهذا من أوصاف المؤمنين التي ذكرها الله رحماء فيما بينهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين الذين يفوزون بالجنان إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وصلى الله تعالى على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته